أهلا بكم في محاضرة جديدة إن شاء الله مع مبادئ الفلسفة والتفكير العلمي. إن شاء الله النهاردة هتكون محاضرتنا مراجعة للجزء الأول، وبعد كده هنستعرض الجزء اللي علينا وهو أساليب التفكير الإنساني. طبعا زي ما أنتم عارفين إن مادتنا جديدة، وبنأكد تاني مرة إن هي اسمها مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي. ونخلي بالنا يا سنة أولى بإن إحنا برضو نراجع على بنك المعرفة عندنا والمصدر الأساسي لينا و LMS، لأن بيكون في كتاب المدرسة وبيكون في مصادر كتيرة، وإحنا معاكم في أي سؤال. زي ما أخذنا في الحلقة السابقة إن إحنا تعرفنا على المنهج واتعرفنا على التفكير وأهمية التفكير وخصائص التفكير. ده كان بالنسبة للجزء اللي فات اللي انتوا خدتوه، مفهوم التفكير وخصائص التفكير وأهمية التفكير. وإن شاء الله النهاردة درس التفكير الإنساني، لكن حابة إن أنا أستعرض معاكم وراجع معاكم حاجة بسيطة جدا لتذكرتكم، وفي بعض الطلبة اللي ما حضروش معانا يبقى ينتبهوا معانا من الأول. هنمر عليهم وهنحط أسئلة بسيطة علشان تقدروا تجاوبوها وتتفاعلوا معانا، ويبقى كده قدرتوا ان انتوا تحصلوا المنهج من اوله وتستعرضوا كمان الاسئله بتيجي ازاي وتكونوا مطمنين من الناحيه دي. ايه مفهومك عن التفكير؟ اخذنا ان التفكير هبه وعطيه منحها الله للانسان، وطبعا ده ميزه عن سائر الكائنات الاخرى. طيب انا بستدل على التفكير ده من ايه؟ بشوفه في ايه؟ الحضاره الانسانيه اللي موجوده عندنا دي كلها، وحياه الانسان في العصور السابقه بتختلف عن حياة الإنسان في العصر اللي احنا شايفينه دلوقتي وعارفينه. طبعا الفرق شاسع، الإنسان بنى حضارة كبيرة جدا بتفكيره الخلاق. عشان كده يا سنة أولى بنقول إن الفلاسفة بيقولوا على الإنسان بإنه مفكر، لأنه لما فكر ابتدى يطور من نفسه، ابتدى يبني حاجات ما كانتش موجودة، ابتدى يستخدم البيئة كلها لمساعدته، فعشان كده وصفوه الفلاسفة بإنه إيه؟ بإنه المفكر. طب عملية التفكير دي بتتم لوحدها بدون أي شيء؟ طبعا لا، لازم يكون في مثير هو اللي أثار تفكيري، هو اللي خلاني أفكر. طب المثيرات دي أنا بستقبلها عن طريق إيه؟ عن طريق الحواس، زي ما بسمع كده صوت البرق وأشوف البرق وبسمع صوت الرعد، القوس قزح، كل دي مثيرات بتخليني، أو أي شيء بيستدعي تفكيري بيخلي إن أنا أفكر. أنا استقبلت المثيرات دي عن طريق إيه يا سنة أولى؟ تمام، عن طريق الحواس. طب يبتدي المخ البشري يعمل إيه؟ ينشط، يعمل العديد من الأنشطة الذهنية أنا بشوفها. طبعا الأنشطة دي غير مرئية، أنا ما بشوفكمش وأنتم بتفكروا، ما بشوفش الإنسان وهو بيتذكر، ما بشوفش الإنسان وهو في انتباه، ما بشوفش مخه، لكن دي أنشطة ذهنية بتكون غير. أنا هدفها إيه؟ بيحصل إيه؟ علشان أقدر أبحث عن ليه الأنشطة دي حصلت أو ليه المثيرات دي حصلت، فمن هنا بتوصل لمعنى التفكير. طيب التفكير ده بيعمل فينا ايه؟ وجودك وحياتك ومكانتك بين الكائنات الحيه وداخل مجتمعك، مين اللي بيمنحها لك؟ هل ولادتك، نشاطك، تفكيرك، موهبتك؟ برافو عليكم. طبعا تفكيرك هو اللي بيخلي عندك وجود ومكانه بين الكائنات وداخل المجتمع. علشان كده يا سنه اولى هنستعرض مع بعض ونفتكر كده الحالات والمواقف اللي بتثير النشاط العقلي للانسان. كان أول حاجة عندنا تنظيم التفكير، برافو عليك. ولما بنلاقي طالب مجتهد ومتفوق وعنده معلومات كتيرة في دراسته وبيتفوق، بنصفه بأنه إيه؟ منظم التفكير. بالضبط كده، مش بس الطالب، لما بنلاقي أن أي طالب أو أي إنسان دخل في مسابقة بيحاول أنه هو ينظم تفكيره، بيحاول أنه يجمع معلومات عن أنه هو يعمل وقته ويقسم وقته إزاي؟ هادخل المسابقة ديت، طب أنا مطلوب مني إيه؟ يبقى في هنا تنظيم وتنسيق للإيه؟ للتفكير، دي نقطة. طب في حالة تانية بتخليني النشاط عندي؟ فعلا، زي إيه؟ تذكر الماضي، لما بفتكر خبرات حصلت لي من الماضي، ودي بتحصل لكم كتير في الوقت الحالي اللي إحنا فيه. زي تذكر لكم قواعد النحوية لما تيجوا تكتبوا نحو، ولما تفتكروا قاعدة في الهندسة أو الجبر أو قانون معين بتفتكروه من إعدادي، يبقى ده بيثير تفكيركم وبيثير ذهنكم، دي عمليات بتثير الذهن، تذكر الماضي. يبقى خدنا أول حاجة تنظيم التفكير، تاني حالة الماضي، تالت حاجة لما الإنسان بيخطط لمستقبله أو دراسي، مستقبل دراسي، مستقبل مهني، بيحاول إن هو يحط هدف ليه عشان يحققه. زي لاعب الكورة أو المدرب بيحاول إن هو يفوز، يبقى عشان يفوز بالمباراة هيعمل إيه؟ هيعمل تخطيط. الطالب عشان يدخل كلية الطب، طبعا
طبعا بيخطط لمستقبله وهو في ثانويه عامه من دلوقتي، بيخطط لكده انه يدخل علمي، بيخطط ان هو يحاول ان يبحث في حاجات تزيده ثقه للمشروع اللي هو عاوز يعمله بعد كده او للكليه اللي عاوز يدخلها بعد كده، تخطيط للمستقبل. دي ثالث حاله. الحاله الرابعه وخدناها قبل كده ان الانسان يحاول يحل مشكله، حل المشكلات ده بيثير الذهن. زميل ليك اللي عنده مشكله وانت حاولت تحلها، موعد الامتحان قرب وانتم مش عارفين تذاكروا، فزميل ليك قال لك لا تعالى نعمل جدول للمذاكره علشان يحللوا المشكله. بكده احنا رجعنا عن الحالات اللي بتثير الذهن الانساني، والحالات دي اربع حالات. هنشوف دلوقتي مجموعه من الاسئله عليها ونتعرف عليها. قبل ما نشوف المجموعة من الأسئلة، معلش هنستنتج من اللي فات اللي احنا خدناه ده كله إن التفكير عملية ذهنية بنرسم بها خريطة العمل المؤدي لتحقيق هدف ما. معنى كده يا سنة أولى من تعريف التفكير دوت إن احنا التفكير هنا عندنا إيه؟ هادف، لأن أنا عايز أحقق حاجة معينة. التفكير عندي هنا إيه؟ منظم. التفكير ماله كمان مقصود، لأنه بيبقى تفكير هادف ومنظم ومقصود، لأن أنا عايزة أعمل إيه؟ عايزة أعمل عمل معين، عايزة أنجز حاجة معينة، عايزة أوصل لهدف معين، عايز أحل مشكلة معينة. فمن ضمن الأسئلة اللي بتجيلنا برضو إن التفكير هنا بيكون هادف ومنظم ومقصود. ودي بعض التعريفات اللي احنا بنرشد بها للتفكير بأنه عملية عقلية بيقوم بها الإنسان عشان يصل لهدف ما أو حل مشكلة ما. نستعرض مع بعض كده الأسئلة. قيامك بترتيب وتنسيق شروط الاشتراك في مسابقة الشعر اللي تم الإعلان عنها بالإذاعة المدرسية لتشترك بيها، ده هيشير لإيه؟ أنا دلوقتي عايزة أشترك في مسابقة شعر وقمت بترتيب وتنسيق ليها، هل هنا فيها نوع من أنواع تذكر الماضي؟ هل حالة من تذكر الماضي؟ طبعاً لا. مستقبل؟ برافو عليك وقلت لا. حل مشكلات؟ قلت لا. أمال هي إيه؟ فعلاً هي تنظيم الإيه؟ تنظيم التفكير أو تنسيق التفكير. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا، يقول جاكسون براون أفضل تحضير للغد هو أن تفعل ما بوسعك اليوم. علشان يكون الغد عندك أفضل ويكون مستقبلك أفضل، تفعل أحسن حاجة ليك اليوم. المقولة دي اللي قالها بتجسد لنا أنهي موقف بيثير النشاط العقلي. الإنسان دلوقتي لو عايز ينجح أو أنتوا عايزين تنجحوا في الامتحان بتعملوا إيه؟ بتحضروا له من دلوقتي. اهو افضل تحضير للغد ان تفعل ما بوسعك اليوم، ان انت بتحاول ان انت تذاكر عشان تنجح فيما بعد. هل هنا المقوله هتجسد لنا حل المشكلات، تنظيم التفكير، تذكر الماضي، التخطيط للمستقبل؟ برافو عليك يا سنه اولى، هي فعلا التخطيط للمستقبل. السؤال اللي بعد كده بيقول لنا، بدون الذاكره لا توجد علاقه حقيقيه مع المكان. هنا الذاكرة طبعا ومش هتكون علاقة حقيقية مع المكان، لأن إحنا هنا مش هنفتكر حاجة علاقة لينا. طيب إيه اللي بتعبر عنه؟ إحنا لما بنفتكر أسماء أصدقائنا، لما بنفتكر المكان اللي إحنا لعبنا فيه وإحنا صغيرين وألعبنا وإحنا صغيرين، الحاجات دي كلها بتعمل إيه؟ هل تنظيم تفكير، تذكر الماضي، تخطيط مستقبل، حل مشكلات؟ برافو عليك، وهي طبعا تذكر الماضي، وده أحد مواقف اللي بتثير النشاط العقلي. عندنا سؤال أخير بالنسبة للجزئية ديت، عند تعطل هاتفك المحمول وتعذر اتصاله بالشبكة، اتبعت مجموعة التعليمات المدونة في المنشور وعادت الشبكة مرة أخرى، تجسد العبارة أحد المواقف التي تثير النشاط العقلي، وهي تنظيم التفكير، هي سنة أولى، التخطيط للمستقبل، تذكر الماضي، حل المشكلات. المحمول ما كانش شغال لكن في تعليمات مدونة في المنشور أنا اتبعتها، راحت الشبكة. أنا هنا استخدمت أنهي موقف من المواقف اللي أثارت النشاط العقلي؟ برافو عليكم، هو حل المشكلات. كده إحنا رجعنا على الجزء الأولاني، هنراجع على الجزء الثاني اللي خدناه وهو أول خاصية يعني مميزات. يعني إيه كلمة خاصية؟ يعني مميزات التفكير. بيتميز بإيه التفكير عندنا؟ أقدر أقول إيه عنه؟ إيه الخاصية اللي بتكون مميزة فيه؟ في الحقيقة إحنا عندنا كذا خاصية، هنستعرض أول واحدة بإنه نشاط عقلي إنساني، بمعنى إن هنا الفرد مش هيعتمد على إحساسه وإدراكه فقط، لأ ده لازم يعتمد كمان على معلوماته وخبراته السابقة، لأن هو هيبقى عنده إيه؟ معلومات مخزنها، والمعلومات دي هيستدعيها
أخدها واكتسبها عن طريق حواسه، فهو هيبتدي يستدعيها علشان يحل مشكلاته. زي إيه؟ قدرة الفني بإنه يحل المشكلات في عمله بالممارسة والخبرة. أما بيجي يصلح تلفزيون، بيجي يصلح أي جهاز، بيعتمد على خبرته. أنتم كمان ممكن يكون عندكم الخاصية دي، لما بتيجوا تحلوا دلوقتي أسئلة كتيرة وهتستخدموا حل الأسئلة ده كله خبرتكم في المادة، هتستخدموها إزاي؟ هتستخدموها لما تيجوا تحلوا بعد كده الامتحان، هتعتمدوا على إيه؟ على معلوماتكم وخبراتكم السابقة. مثال تاني عشان يوضحها لكم أكتر، زي الأم لما بتيجي تربي طفلها الأول والتاني، الأول ما بيكونش عندها خبرة ومعلومات، لكن الطفل التاني هتعتمد فيه على إيه؟ في تربيته على خبراتها ومعلوماتها وهكذا. يبقى دي أول خاصية، نشاط عقلي إنساني. نشوف الخاصية التانية، إدراك للقوانين العامة للموجودات. يعني إيه إدراك قوانين عامة للموجودات؟ الفرد بيستخدم خبراته عشان يساعده على تفسير وفهم علاقات ومبادئ عامة، دي موجودة عندنا في المجتمع. زي إيه؟ وبنكتشفها، لأن الحدث لما بيحدث لوحده نفهمه لازم نربطه بعلاقة معينة. يعني أقول إن الحديد بيتمدد بالحرارة، النحاس بيتمدد بالحرارة، ده حدث لوحده. لكن إمتى يكون له أهمية؟ لما أربط بقى ده الحدث ده بعلاقة كبيرة بمبدأ عام. زي ايه؟ ان انا حملت قلت الحديد بيتمدد بالحراره، النحاس بيتمدد بالحراره، الفضه بتتمدد بالحراره، يبقى اقول كل المعادن بتتمدد بالايه؟ بالحراره. يبقى هنا وصلت التفسير وعلاقات ايه؟ عامه، زي ما بربط برضو الصوت والضوء اللي حصل، وهكذا من القوانين اللي موجوده عندنا فين؟ في الحياه كلها. بالنسبة للخاصية الثالثة من خصائص التفكير الإنساني، إنه يعبر عنه في شكل لفظي رمزي. يعني بنقوله إيه؟ إن اللغة هي بتعبر عن الفكر المنطوق. الفكر واللغة وجهان لعملة واحدة، ما بيتفصلوش عن بعض نهائي. أنا بعبر عن فكري عن طريق الإيه؟ اللغة، واللغة بتعبر عن الفكر غير الإيه؟ غير المنطوق. زي الشاعر مثلا على سبيل المثال يا سنة أولى، بيعبر عن قصائده بالايه؟ بشعره، شعره هو بيعبر بتاعته. الرسام لما بيجي يعبر عن احاسيسه وافكاره بيرسمها في صوره رموز بتظهر فين؟ في اللوحه. انتم كمان لما بيطلب منكم موضوع تعبير بتقدروا تعبروا عنه ازاي؟ تقدروا تعبروا عن موضوع التعبير بالكتابه، في صوره كلمات وكتابه تقدروا تعبروا عنها وهكذا. ده ثالث خاصيه من خصائص التفكير. الخاصية رقم أربعة، إنه بيرتبط ارتباط وثيق بالنشاط العملي للإنسان. يعني الإنسان موجود في المجتمع بيحاول إن هو يغير الواقع اللي عايش فيه بطريقة أحسن، ودليل على ذلك إن إحنا عندنا كذا حاجة، الاختراعات اللي موجودة دلوقتي زي المركبات الفضائية، الموبايلات اللي موجودة معانا، التابلت وغيره وغيره من الاختراعات والابتكارات الحديثة اللي بتتمشى مع العصر، كل دي بتدل على نشاط عملي للإيه؟ الإنسان. الإنسان بيفكر وبيبتدي يترجم تفكيره دوت لحاجات تساعده على إنه يغير الواقع المحيط به، لكن علشان يخليه للإيه؟ للأفضل. الخاصية رقم خمسة والأخيرة من خصائص التفكير الإنساني، إنه بيتأثر ويتأثر التفكير بحاجات الفرد ودوافعه وانفعالاته واتجاهاته وقيمه وميوله. يعني الفرد مثلا لو كان شخص عنيف يبقى ده هقول الانسان ايه؟ غضوب وعنيف، بيميل لكده. طب لو شخص مبدع هيفكر انه دايما يحل المشكلات بطريقه ايه؟ بطريقه جديده، مش طريقه ممله، لا ده هيأثر بيه. طيب لو اوصف واحد واقول ان الانسان ده عنده اتزان نفسي واتزان انفعالي، ده بيأثر بايه؟ بشخصيته، بقول ان هو عنده هدوء، ما عندهوش عصبيه. يبقى ده بيدل على خصائص الايه؟ الشخصيه، لان تفكيره هو اللي هيوصله لكده. تفكيره تفكير مبدع هيوصله لانسان مبدع، تفكير منظم، تفكير هادي هقول عليه كده. يبقى هنا هو التفكير بيتاثر بحاجات الفرد وايه؟ وانفعالاته واتجاهاته. نشوف كده بعض الاسئله على خصائص التفكير. يقول تشارلز بيرس، الفكره هي خطه للعمل ومشروع. خطة للعمل، يعني احنا هنعمل ايه؟ هنرسم خطة ونشتغل. طيب دي بتشير لايه؟ الى ان التفكير ماله ادراك للقوانين العامة. هل انا ادركت هنا حاجة مع حاجة؟ مرتبط بالنشاط النظري، فكرت بس. بيجسد خصائص الشخصية، مرتبط بالنشاط العملي. برافو عليكم، فعلا هو مرتبط بالنشاط العملي. ليه؟ لان الفكرة دي خطة للعمل. انا دلوقتي عايز اعمل حاجة معينة، يبقى هعمل ايه؟ همسك كده هو مشروع معين، هعمل اختراع، يبقى هبتدي اكتب واشوف واخطط واشتغل واعمل مشروع، يبقى النشاط الايه؟ العملي.
طيب لو قلنا قدرة الطبيب على تشخيص الحالة المرضية بما لديه من خبرات، ده بيشير لإيه؟ فاكرين قلنا إيه؟ عنده خبرات وهيقدر ويحاول إن هو يشخص المرض. إيه الخاصية اللي مرتبطة بكده؟ هل هو نشاط عقلي؟ ها؟ إدراك للقوانين العامة؟ يعبر عنه في شكل لفظي رمزي؟ خصائص الشخصية، هو هنا شخص واعتمد على خبراته، ها؟ برافو، على خبراته ومعلوماته، ده نشاط إيه؟ نشاط عقلي، برافو يا سنة أولى. طب عندما يصفك زملائك بأنك هادئ وتتمتع بثبات نفسي وانفعالي، يشير ذلك إلى أن التفكير إيه؟ ها، أنا دلوقتي هادئ أهو، بيصفك بأنك هادئ، تتمتع بثبات نفسي وانفعالي، هل التفكير نشاط عقلي إنساني؟ بيدل على خصائص الشخصية. تمام، برافو عليك، وبيدل على خصائص الايه؟ الشخصية. طيب سؤال هنا عندنا بيقول لنا، يقول كلود برنارد إن الحادثة ليست شيئا في حد ذاتها، فلا قيمة لها إلا بالفكرة التي ترتبط بها. نفكر كده، القول السابق ده هيشير بإيه؟ أنا عندي حادثة حصلت، وقلنا زي ظاهرة البرق والرعد، حديد اتمدد بالحرارة، النحاس اتمدد بالحرارة، دي حادثة حصلت في حد ذاتها، طب لها قيمة لوحدها؟ لا، لكن لو ترتبط بفكرة إن أنا عملت إيه؟ حطيته على درجة حرارة عالية واتمدد، ومش بس الحديد، النحاس والألمونيوم والفضة والذهب وغيره، هل ده مرتبط بالتفكير العملي؟ ها؟ ربطنا حاجة بحاجة؟ بيجسد سمات شخصية؟ لا، برافو عليك، وتعبير لفظي رمزي هنا؟ برضو لا. إدراك للقوانين العامة، برافو عليكم، إدراك للقوانين العامة، أنا قلت إن كل المعادن تتمدد بالحرارة، يبقى أنا هنا ربطته بإيه؟ بفكرة معينة، فأصبح لها إيه؟ لها قيمة، لكن لو لوحدها ملهاش أي إيه؟ ملهاش أي قيمة. يقول لالاند، كل جملة من الإشارات يمكن أن تكون وسيلة للاتصال. خلي بالكم هنا، كل جملة من الإشارات ممكن إنها تكون وسيلة للاتصال. طب القول ده هيرتبط بخاصية، أنهي خاصية في الاتصال اللي ممكن أقول إن الجمل بتجيب وتشير لإشارات، بتعبر عن إشارات، بتعبر عن رموز، هل مرتبط بالنشاط العملي؟ تمام، لا. إدراك القوانين العامة؟ برضو لا. بيجسد هنا شخصية؟ لا. أمال إيه؟ تمام، تعبير لفظي رمزي، برافو عليك يا سنة أولى، لأن الجمل هنا بعبر عنها بإيه؟ بإشارات، يعني هتترجم في صورة إيه؟ إشارات، في صورة لموز، في صورة رموز، في صورة صورة لفظية، وهكذا. بكده بالأسئلة اللي احنا خدناها دي، يبقى احنا استعرضنا خصائص التفكير الإنساني. هنبتدي مع بعض نستعرض أهمية التفكير الإنساني. أهمية التفكير الإنساني عندنا أربع نقط مهمين جدا. أول حاجة، المنفعة العملية للفرد، بمعنى أن الفرد هنا بيساعده التفكير الإنساني على أنه يبقى شخص ناجح في حياته ومتفوق، بالضبط مرتبط بقدرته على التفكير، زي المدرس اللي بيخطط كده لدروسه وينفذها، ممكن يفوز بلقب المعلم المثالي، ممكن انت تفوز بلقب الطالب المثالي برضو، لو انت دخلت مسابقة وفكرت كويس جدا ونجحت فيها وتفوقت بسبب تفكيرك، ان انت اعتمدت على ايه؟ تفكيرك. زي احمد زويل لما عمل الفيمتو ثانية وخد جايزة نوبل، يعمل ايه؟ تفكير خلى الانسان ناجح ومتفوق في نفس الوقت. يبقى من ضمن اهمية التفكير الانساني، المنفعة العملية للفرد. تاني حاجة لأهمية التفكير عندنا، المنفعة العامة. طب بيعمل لي إيه التفكير؟ هيديني إيه أهميته بالنسبة لي؟ بالنسبة للمجتمع، أسفة، بالنسبة للمجتمع، دي منفعة عامة. اكتساب مهارات التفكير الجيد هيساعد على الأفراد إن هم يصدروا أحكام ويحلوا المشكلات اللي بتواجههم في الحياة. أي مشكلات وأي في الحياة بتواجههم، هم يقدروا عن طريق التفكير الجيد إن هم يحلوها. على سبيل المثال، الحكومة هنا هوت المصرية لما قامت وعملت رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة فيروس كورونا، دي هتعمل ايه؟ منفعة عامة، ما فيهاش أي ضرر، منفعة عامة للكل مش منفعة خاصة. أيضا المدير لما بيصدر أحكام، المدير صاحب المصنع بيصدر أحكام معينة وبيقول ساعات العمل من كذا لكذا، عدم استخدام الموبايل أثناء الشغل، ده بيصدر أحكام عشان يحقق منفعة ايه؟ منفعة عامة للايه؟ للكل. برضو الحكومة لما بتقوم إن هي تحل مشكلة البطالة، مشكلة الإدمان، وهكذا، دي كلها مشكلات بتواجه الحياة، لكن حلها بيدي منفعة إيه؟ منفعة عامة من خلال التفكير الجيد.
الصحة النفسية، هل التفكير الجيد له علاقة بالصحة النفسية؟ احنا هنا ما بنتكلمش على المرض النفسي، احنا بنتكلم على الصحة النفسية، يعني الإنسان يبقى عنده صحة نفسية يقدر يتكيف. يعني الإنسان اللي عنده صحة نفسية دي بنوصفه بإيه؟ بأنه بيتكيف مع الأحداث ومع المتغيرات اللي هي موجودة حوالينا. لكن لو ما فكرش تفكير كويس وفكر تفكير رديء، هيحصل له إيه؟ سوء توافق نفسي، مش هيبقى مرتاح. يعني مثلا على سبيل المثال، بنلاقي بعض النماذج قدامنا في الحياة. واحد اتنقل عندكم في مدرسة، صديقك اتنقل من مدرسة بعيدة وابتدى يتأقلم على الوضع الجديد اللي هو عايش فيه، أصبح له أصدقاء جدد بيشرح حوار معاهم بطمأنينة، ابتدى يتأقلم مع المدرسة الجديدة، مع الفصل الجديد، مع زملائه وهكذا. برضو لو اتنقلنا لعمارة جديدة، هنحاول ان احنا نتكيف مع الجيران، نتكيف مع الوضع الجديد اللي احنا فيه. لو اتنقلت لشغل جديد ولمكان جديد، يبقى الانسان هنا تفكيره الجيد وقدرته على انه يفكر تفكير جيد يقدر يحقق الصحة النفسية ايه ليه. اخر نقطة من اهمية التفكير ان القدرة على التحليل والنقد، بمعنى ان الانسان هيقدر يحلل، يفكر كويس، ما يتاثرش باي راي يتقال له، ما يتاثرش بافكار الاخرين، وبالذات الافكار اللي بتبقى هدامه، ما يتفق قيمه وعاداته وتقاليده، لا ده بيبقى عنده مبرر انه يرفضها. سبيل المثال نقد افلاطون لاراء معلمه ارسطو، حاول ان هو يرفض، مش يقبل كل شيء. رفضك انت للافكار الهدامه والسلبيه، مش كل شيء او كل موضوع هتقبله، لا تقول دي اشاعه، مبرراتك لا دي اشاعه، عرفت وقريت ان دي اشاعه. الافكار الهدامه، الافكار اللي هي تؤدي لان الانسان يفكر تفكير سيء، مش كل حاجه يقبلها من الاخرين ويتاثر بيهم. ده كان بالنسبه لاهميه التفكير. طب تعالوا نشوف مع بعض كده هو بعض الاسئله تكمن اهميه التفكير في انه يساعد الانسان على التحليل والتقويم، الاتفاق العام، التفكير اللفظي، ادراك القوانين. اه يا ميس خلي بالنا، انا دلوقتي بتسالوا نفسكم ادراك القوانين دي كانت في ايه؟ في الخصائص. التفكير اللفظي في الخصائص، الاتفاق العام في الخصائص. طب التحليل والتقويم، تمام، ده في اهميه الايه؟ اهميه التفكير. يقول سيجموند فرويد: حتى يكون لديك راي جيد استمع للجميع وابني رايك وفق حكمك الخاص. علشان تكون رايك كويس لازم تستمع للاخرين، وفي نفس الوقت خلي بالك ابني رأيك من حكمك الخاص. دي خدناها فين؟ يعني يكون لك ايه؟ يكون لك رأي خاص، بتحلل، بتنقد، بتبدي رأيك. هل في المنفعة العملية للفرد؟ المنفعة العامة، الصحة النفسية، القدرة على التحليل والتقويم والنقد. برافو عليكم يا سنة أولى، فعلا في القدرة على التحليل والتقويم والنقد. طب بالتحديات، الحياة مليئة بالتحديات والمشكلات، وعن طريق التفكير الإيجابي هيحقق الإنسان التوازن النفسي ويكون صورة إيجابية عن ذاته. المقولة السابقة دي بتعبر عن إيه؟ هنا الإنسان عمل إيه؟ عن طريق الحياة، وإزاي إن هو فكر تفكير إيجابي وعمل توازن نفسي عشان يبقى في صورة إيجابية وتفكيره يبقى إيجابي. هل هي منفعة عملية للفرد؟ منفعة عامة، صحة نفسية، تحليل ونقد. عشان يحقق الاتزان النفسي ده يبقى ايه؟ برافو عليكم يا سنه اولى، فعلا هي صحه ايه؟ صحه نفسيه. طيب محاوله المعلم لاستخدام استراتيجيه التعلم الحديثه زي تعلم الاقران وورش العمل عشان يواجه مشكله الملل اللي بتكون موجوده عندكم ورغبه الطلاب في ان هم يتعلموا او عدم تعلمهم. هو هنا عايز يحل مشكله عامه بالنسبه للفرد، انا غششتكم اهو، يبقى هيحقق منفعه ايه؟ تمام، هيحقق منفعه عامه. طبعاً مش هتصلح لمنفعة عملية ولا نفسية ولا الصحة النفسية ولا قدرة على التحليل والتقويم. إحنا بكده نكون رجعنا على الجزء الأولاني، أو إحنا هناخد السؤال الأخير دوت. يقول سقراط: الحياة ليست بحثاً عن الذات ولكنها رحلة لصنع الذات، اخلق من نفسك شيئاً يصبعك تقليده. طب العبارة هنا بتعبر عن إيه اللي قالها سقراط؟ عشان الإنسان يبقى متفوق ويحقق مصلحة لنفسه ومنفعة عملية ليه، يبقى لازم يبحث عن ذاته ويحقق نفسه وما يبقاش شيء مقلد. هل دي قدرة على التحليل والتقويم؟ الصحة النفسية، المنفعة العامة، المنفعة العملية للفرد. تمام، هي فعلا المنفعة العملية للإيه؟ للفرد. النهاردة بإذن الله ده موضوعنا، أساليب التفكير الإنساني. وزي ما أنتوا شايفين كده أساليب التفكير الإنساني بتتعدد،
مش واحدة، في تفكير، في أسلوب خرافي، أسلوب ديني، أسلوب علمي، فلسفي، إبداعي. هتقولوا لي طيب ما الخرافي ده مش ممكن يكون انتهى، ما يكونش في العصر اللي احنا عايشين فيه؟ احنا هنحاول نجاوب على الأسئلة اللي بتدور في ذهنكم دلوقتي في الأساليب دي من خلال موقف معين احنا كلنا هنشترك فيه. لو احنا أو بعضنا حضرنا حفل زفاف، وزي ما انتوا شايفين كده في الصورة فجأة حصل حريق في حفل الزفاف دوت، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ في واحد هنا اول واحد دوت من المعزومين قال ياه اكيد اكيد حصل ماس كهربائي، اكيد في واحد فكر كده قال اكيد حصل ماس كهربائي، ده السلوك ما كانتش ايه، كانت مكشوفه وفي اجهزه تكنولوجيه كتيره فالظهر ده ماس كهربائي. واحده تانية من المعزومين قالت لا ده مش كده، ده ممكن يكون ان النهارده بصراحه رقم مش حلو والعروسه اكيد معمول لها عمل، ده فكرها هي. واحد تالت قال الحمد لله متناش، لان لو متنا ده الموت ده حاجه صعبه مش حاجه يعني، طب بعد الموت ده كان هيحصل ايه، ويا ترى ايه اللي كان هيحصل لنا بعد الموت. واحده تانيه قالت انا على فكره هعمل فرحي خلاف كده خالص، انا هعمله في مكان مكشوف، مكان ظاهر، والاجهزه اللي بتاعت الامن تكون على احدث تكنولوجيا، يعني حاجه ما حصلتش قبل كده علشان يكون التامين على مستوى عالي. واحده من المدعوين تانيين قالت الحمد لله ربنا ستر والحمد لله انها جت على قد كده، قدر الله وما شاء ايه وما شاء فعل. ده كان بالنسبه للمدعوين عندنا، يعني كل واحد عبر عن تفكيره بطريقته الخاصة، لأن أسلوب يعني إيه يا سنة أولى؟ أسلوب يعني طريقة، فكل واحد من دول عبر عن طريقته وتفكيره بأسلوبه الإيه؟ أسلوبه الخاص. عشان كده بنقول إن أساليب التفكير الإنساني مش واحدة، أساليب التفكير الإنساني متعددة. طب تعالوا كده نشوف مع بعض الأساليب ونتعرف عليها بصورة أوضح. الأسلوب الخرافي زي ما انتم شايفين الاسلوب الخرافي ده موجود لغايه دلوقتي، لان هي واحده من المدعوين قالت لنا ايه؟ قالت لنا ده الرقم النهارده الرقم صعب، يعني بتتشائم من الارقام وبتتفائل بارقام، بتقول ان العروسه معمول لها عمل، معمول لها حجاب مثلا. يبقى التفكير الخرافي ده هتستند هنا الانسان استندت على ايه؟ طبعا اسباب غير صحيحه ساذجه في تفسيرها، لان هنا موقف حصل، مشكله حصلت قابلتها بايه؟ بتفكير غير صحيح، زي الامراض والزلازل والبراكين، ناس كتيره قوي تقابلها تقول لا نعمل وصفات للمرض معين، نتعالج بالوصفات، نتعالج بالاحجبه وهكذا. طبعا هنا هو بيعملوا ايه؟ بيحلوا مشاكلهم بطريقه ايه؟ غير صحيحه، بيخلوا المشاكل بيرجعوها للاحجبه لبعض اللي عشان يحلوا مشاكلهم. ظاهره البرق والرعد زمان كانوا غضب للآلهة وهكذا. طبعا المجتمع بيرفض الأسلوب الخرافي، احنا بنبدي رأينا كمان زي ما تعودنا ان احنا في الفلسفة يكون لنا رأي نحو الأسلوب دوت، ان احنا عطلنا نماذج اهي وقلنا أمثلة، بنبتدي ننقد برأينا ان احنا يا نوافق يا بنرفض، لكن لازم نحط دليل. طبعا دليلنا هنا انه بيخالف خالص الأسلوب الخرافي ده، بيخالف المجتمع، بيخالف الدين ذات نفسه، لان الدين مش بيبرهن على ان احنا نستند لاسباب غير صحيحه وساذجه وهكذا، يبقى بنرفضه والمجتمع بيحاول ان هو يحاربه من خلال وسائل الاعلام ومن خلال الوعي بالاسلوب العلمي اكتر. ده كان بالنسبه للاسلوب الخرافي. اما الاسلوب الديني بعض المدعوين او ارجعوا ان الفرح ده حصل بسبب ان قدره ربنا وان شاء الله وقدر فعل، ان بيربط هنا الاحداث دايما بقدره مين؟ بقدره ربنا، وده اسلوب ايماني دايما بيشوف وبيضع قدامه الدلائل اللي بتؤدي لزياده ايمان الانسان بقدره ربنا، بيشوف ازاي تتابع الليل والنهار، خلق الارحام، ودي امثله موجوده عندكم في الكتاب. في أمثلة تانية الواحد الفرد بيقعد يتأمل المطر وإحياء الموتى والتحكم في الظواهر الطبيعية، وزي ظاهرة قوس قدح، كل دول بيدلوا على إيه؟ بيدلوا على وجود ربنا وعلى دلائل وجود ربنا. الله يرى بذاته لكن يرى بإيه؟ بآياته. فهنا هو بنشوف قدرة ربنا في الأحداث. ده الإنسان اللي دايما بيفكر أو غالب عليه الأسلوب الديني، ودي حاجة إيمانية يعني بيزود إيمانه بيه، ودايما كل شيء ينسبه لقدرة الإيه؟ لقدرة الخالق الله عز وجل.
ده كان بالنسبة للأسلوب الديني، وخدنا أمثلة عليه كتير، ممكن أنتوا كمان تجيبوا أمثلة أكتر. الأسلوب الثالث معانا وهو الأسلوب العلمي. الأسلوب العلمي طبعا هيعتمد على البحث العلمي والتفكير العلمي، بس احنا هنا بنخلي بالنا من نقطة مهمة جدا، إن الأسلوب العلمي بيبحث عن العلل القريبة المباشرة للظاهرة. طبعا هتسألوني يا سنة أولى يعني إيه كلمة علل؟ علل هنا يعني أسباب. إيه أسباب الظاهرة؟ دي لفظ جديد أنتم هتعرفوه من خلال دراستكم للفلسفة السنة دي. معنى كلمة العلل يعني الأسباب. العلم بيبحث عن الأسباب المباشرة، يعني يشوف النبات بينمو في وجود تربة، في وجود ضوء الشمس، دي أسباب بالنسبة له أسباب مباشرة، ولازم يكون في مية وهكذا، بيوصل للأسباب المباشرة لنمو النبات. الصوت والضوء والرعد والبرق والحاجات دي كلها بيحاول ان هو يوصل برضه للاسباب المباشره. عشان كده اسلوب العلمي اسلوب ايه؟ تجريبي وحسي. طب هل هو بيفيدني ولا بيفيد العلماء؟ في الحقيقه ان الاسلوب العلمي بيساعد في التفكير، بيساعد الاثنين. تعالوا نشوف العلماء كده، او اي انسان بيشتغل في اي مهنه برضه بيساعده في انه بيعرف ايه اسباب ظهور المرض، انتشار الامراض، ازاي نقضي عليها. وده اللي حاصل دلوقتي عندنا، واللي كان حاصل من فترة، ان احنا عايزين نوصل لعلاج لفيروس سي، وفعلا العلماء وصلوا للقاح يعالج فيروس سي. حاليا كل العلماء معتكفين علشان يوصلوا للقاح لعلاج فيروس ايه؟ فيروس كورونا. ايه اسباب ظهوره، انتشاره، كيفية القضاء عليه؟ ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الوقت الحالي من خلال الاسلوب الايه؟ من خلال الاسلوب العلمي والتجارب اللي بيعملوها، سواء التجارب السريرية وغيرها وغيرها، على المرضى في جميع انحاء العالم. يبقى الاسلوب العلمي هنا فاد العلماء. طب بالنسبة للانسان العادي، حضرتك قلتي دلوقتي بالنسبة للانسان العادي هيعمل ايه؟ في الوصول لحلول مشكلاته اليومية. انا وانت وغيرنا كلنا بنتعرض لمشكلات، طب انا عايز استخدم المنهج التفكير العلمي بقى في حل المشكلات ديت. زي على سبيل المثال طالب او طالبة شعر بمشكلة بانه ابتدى مادة الرياضيات يضعف فيها، يجيب درجات مش حلوة فيها. طيب هو كده شعر بالمشكلة، طب ابتدى يحددها. الرياضيات لها فروع، هو شاف ان الهندسة كويسة لكن الجبر مش كويس فيه، فحدد هنا الايه؟ مشكلة. يبقى بداية استخدام منهج التفكير العلمي، ان انا بشعر بالايه؟ بالمشكلة، بحدد المشكلة. طب انت حددت ان انت في الايه؟ في الجبر مش حلو فيه، بتبتدي تفرض الفروض. هل يا ترى بسبب ان انا مش بحل كتير، مش بستوعب كويس، مش بنتبه في الحصة كويس، عدم مذاكرتي وعدم تدريبي، او يا ترى عدم تدريبي على الاسئله الكتير، يبقى انا فرضت بعض الايه؟ بعض الفروض. اعمل ايه في الفروض ديت؟ رابع نقطه ان انا بختبر صحه الفروض دي، ببتدي بشوف هل انا مش مركز في الحصه؟ لا انا بركز في الحصه كويس. طيب ما بحلش تدريبات، هي دي، انا ما بحلش تدريبات ايه؟ كتير، وما بحلش الواجب على طول. اول ما باخد الحصه ما بحلش الواجب وما بحلش تدريبات، فكل ده خلاني اضعف فين؟ في الماده. يبقى انا عملت ايه؟ فرض الفروض. ما بفرض الفروض بحاول ان انا بقى احلها، وصلت خلاص للجزء اللي انا عايزه. يبقى انا هحلها ازاي؟ بان انا هحل كتير الماده ديت وهحل الواجب على طول. يبقى هنا النتيجه هتكون ايه؟ ان انا هبقى كويس جدا في ماده الجبر. ده على سبيل المثال من ضمن المشكلات اليوميه اللي ممكن. خدوا على كده ان اي مشكله تقابل الانسان العادي ممكن من خلال استخدامه لمنهج التفكير العلمي انه يقدر يتوصل لايه؟ لحل. الخلاصه في الاسلوب العلمي انه بيبحث عن العلل القريبه، اي الاسباب القريبه للظاهره. ايضا انه اسلوب تجريبي حسي، مش بيساعد بس الانسان او العلماء بس، لكن بيساعد الانسان كمان الايه؟ العادي، بيستخدمه العلماء والانسان العادي بيستخدمه عن طريق استخدام منهج التفكير العلمي. ده كان بالنسبه للاسلوب العلمي. نتعرف مع بعض على الاسلوب اللي بعد كده، الاسلوب الفلسفي. وبنلاحظ يا سنه اولى في الاسلوب الفلسفي انه بيتميز عن سائر الاساليب الاخرى. طب ليه بيتميز عن سائر الاساليب الاخرى؟ ايه الميزه اللي هتكون فيه مختلفه؟ نخلي بالنا بانه بيتميز بالنزعه العقليه الايه؟ التامليه. هنشوف مع بعض كده ونستعرض يعني ايه نزعه عقليه وتامليه. يعني بيعتمد الاسلوب الفلسفي هنا على التامل العقلي، ونحلل مش اي حاجه. طب ليه حصلت الظاهره ديت وايه سبب؟ يحاول انه يربط الظواهر كلها ببعض ويتكون حقيقه كليه شامله.
مش بيفرد على حاجة جزئية، لا ده بيحاول ان هو يكون حقيقة كلية شاملة. كمان في نقطة لازم نعرفها في الأسلوب الفلسفي، انه بيبحث عن العلل البعيدة. يعني ايه العلل البعيدة؟ احنا لسه واخدين في الأسلوب العلمي العلل القريبة، لا الأسلوب الفلسفي هنا بيبحث عن العلل البعيدة، يعني الأسباب البعيدة لحدوث الظاهرة، مش مجرد ان يشوف السبب زي الأسلوب العلمي خلاص يعرفه ليه مادة الكلوروفلوروكربون اتكونت عشان كده حصل البناء الضوئي للنبات، لا هو يوصل لأبعد من كده، ايه سببها وجات منين ونشأت منين علشان يقدر يوصل لحقيقة كلية شاملة. فبالتالي الأسلوب العلمي الأسلوب الفلسفي بيبحث عن العلل البعيدة. كمان جدا لازم نخلي بالنا منها ونفهمها، إن الأسلوب الفلسفي زي الأسلوب العلمي بالظبط، شأنه إن هما الاتنين اكتشاف معرفة، أنا هنا عايزة أعرف معرفة وهنا برضو بكتشف معرفة، لكن الأسلوب العلمي كلنا بنتفق على الحقيقة، كلنا بيبقى عندنا اتفاق عام للحقيقة، إن المعرفة العلمية كلنا متفقين على إن المعادن تتكون تتمدد بالحرارة، تمام؟ لكن في الأسلوب الفلسفي بيتناول بعض الموضوعات ما بتكونش موضوعات علمية، فبالتالي هنختلف إيه؟ هنختلف فيها، لأن كل واحد هيبررها من وجهة نظره هو، من وجهة نظره الشخصية، هيختلف من فيلسوف لآخر ومن إنسان لآخر، يبقى هنا هو المعرفة مش هيكون فيها إيه؟ اتفاق بالنسبة للأسلوب الفلسفي زي المعرفة العلمية أو الأسلوب العلمي فيها اتفاق. دي نقطة. النقطة الثانية إن مثلا الأسلوب الفلسفي أو الفيلسوف لما بيتأمل نمو النبات مش هيتأمل نمو النبات بس، لا ده يجعله إن هو يتناول نمو بقى الحيوانات والإنسان وكل شيء، نمو أي شيء. فبالتالي هنا عشان كده بنقول إن هو عاوز يوصل لإيه؟ حقيقة كلية شاملة. ده كان بالنسبة للأسلوب الفلسفي. زي ما المعزوم في الفرح قال الموت، طب بعد الموت في ايه؟ وهيكون مؤلم ولا مش هيكون مؤلم؟ يبقى بيحاول ان هو يجاوب على اسئله كتيره بتثير ذهنه، مش بس في كده، في اي موقف من المواقف بيحاول ان هو يكتشف الحقيقه وبيربطها كلها ببعض علشان يكونها، مش زي الاسلوب العلمي. الاسلوب العلمي ممكن واحد يتخصص في الصوت، عالم يتخصص في الصوت، عالم يتخصص في الضوء، عالم يتخصص في النبات وهكذا، لكن الاسلوب الفلسفي لا، بيحاول ان هو يربط الحقائق كلها مع ايه؟ ببعضها. ده كان بالنسبة للأسلوب الفلسفي اللي بيعتمد على التأمل العقلي والتحليل المنطقي، إنه يستخدم مشكلة يحلها بأسلوب إيه؟ بأسلوب منطقي وبأسلوب فيه نوع من أنواع الحكمة. الأسلوب اللي بعد كده عندنا وهو الأسلوب الإبداعي. طبعا واضح من الاسم إن هو أسلوب إبداعي، يعني هيتصف بإيه؟ يعني هيكون عنده إنتاج، الإنتاج بتاعه دوت هينتج من نشاط عقلي. طب النشاط العقلي ده أنا عايزه يتصف بإيه؟ بالجدة، يعني حاجة جديدة فيها إبداع ما حصلتش قبل كده، فيها أصل أصيلة، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الأجهزة والحاجات الإلكترونيات الحديثة، بس ما يكونش مقتبسها من حد، ما يكونش مكررها، لا ده حاجة أبدع فيها، اتسجلت باسمه، اختراع اتسجل باسمه، حاجة قطعة موسيقية هو عزفها ببراعة وجديدة، حاجة جديدة، عشان كده بنقول عليه إبداع. يعني هيتصف، يعني المنتج بتاعه هيتصف بإيه أو الإنتاج بتاعه هيتصف بإيه؟ بإن هو جديد. طب هل الإبداع دوت يقتصر بس على المبدعين سواء علماء وفنانين وأدباء؟ طبعا لا، مش بس العلماء والفنانين والأدباء هم المبدعين، ده ممكن حضرتك وحضرتك تكون إنسان مبدع. ليه؟ لأن أنت أي موقف بتتحط فيه وبتحاول تنظم تنظيم تفكيرك وتعيد تفكيرك مرة تانية وتبتدي تربط علاقات بينها وبين بعض جديدة، كل ده بيتأدي إلى الإبداع. ممكن يكون عندنا لوحة قديمة، برواز قديم، لكن أنا لما أنظم تفكيري وأحط بعض الحاجات فيه وأحط بعض الجديدة، أكتبه بأسلوب تاني جديد، أحاول أغير في البرواز، كل دوت إبداع وهكذا. قيسوا على كده، زي اليابانيين عملوا شيدوا منازل زلزال فيها سوست، دي حاجة فيها إبداع. الحاويات الجديدة، حاويات الشحن اللي هي بتكون من مواد صديقة للبيئة. العربيات اللي احنا بنستخدمها دلوقتي سواء بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، كل ده حاجات فيها إبداع وحاجات جديدة بتتصف بالجدة وإنها تكون جديدة وإن هي تكون مفيدة للإنسان ومفيدة للمجتمع ككل وهكذا. طب علشان نفهم الأساليب اللي احنا خدناها مع بعض هنبتدي نستعرض بعض الأسئلة. قدرة سبب الألم الذي يعاني منه المريض. المقولة هنا بتجسد أحد أساليب التفكير. الطبيب هيعرف سبب الألم اللي بيعاني منه المريض، هل هنا تفكير خرافي
ديني، إبداعي، علمي. تمام، برافو عليك. وسنة أولى طبعا هو تفكير إيه؟ تفكير علمي. طب لما يلجأ المريض في علاجه على البخور والأحجبة وترك المرض في جسمه، هنا هيجسد أحد أساليب التفكير، إيه هي يا ترى؟ مش هيعالج نفسه، هيروح للبخور والأحجبة. هل هو هنا إبداعي؟ طبعا لا. علمي؟ لا. ديني؟ لا. برافو عليكم، هو فعلا تفكير إيه؟ استند لتفكير خرافي في علاجه لنفسه. يقول أرسطو: الحكمة هي التجربة مضافا إليها التأمل. يا ترى المقولة اللي قالها أرسطو ديت بتجسد أحد أساليب التفكير الإنساني، أنهي أسلوب هو اللي هيقول كده؟ في حكمة وفي تجربة، يبقى أنا اتعلمت شيء من التجربة اللي حصلت لي، اتصرفت بيها بحكمة، عالجتها بحكمة بناء على التأمل، يعني بناء على التأمل يعني التفكير الإيه؟ التفكير العقلي، التفكير المنطقي. ده هيكون إيه؟ أسلوب ديني، أسلوب خرافي، فلسفي، علمي. تمام، برافو عليك يا سنة أولى، هو فعلا أسلوب إيه؟ أسلوب فلسفي. طب يقول عبد الله ابن شداد: ليكن أولى الأمور بك تقوى الله في السر والعلانية والشكر لله وصدق الحديث والنية، فإن الشكر مزيد والتقوى خير زاد. يا ترى المقولة اللي قالها لنا دي بتعبر عن أنهي أسلوب؟ زي ما احنا شايفين كده بيرجع كله لمين؟ لربنا. تمام، انا شايفاك وسامعاك وانتوا بجاوبتوها اهو، فعلا هو التفكير الايه؟ التفكير الديني. تمام، برافو عليكم يا سنه اولى. لا يستطيع الانسان ان يتطور اذا لم يجرب شيئا غير معتاد عليه. مش هيحصل يقدر يحصل التطوير غير اما يجرب شيء غير هو معتاد ايه؟ معتاد عليه، علشان يقدر يبتكر فيه. فهل هو هنا العباره دي جسدت انهي اسلوب؟ الفلسفي، الديني، العلمي، الإبداعي. تمام، برافو عليك، وهو فعلا الإبداعي، لأن الإنسان لما هيطور من نفسه لازم يجرب حاجات غير معتاد عليها علشان يؤدي إلى الإيه؟ الإبداع. طيب لو عندنا السؤال دوت يا سنة أولى: عندما يقوم أحد الشباب بتحويل المخلفات إلى مصادر للطاقة، ده هيجسد نوع من أنهي نوع من أنواع النشاط يا ترى يا سنة أولى؟ ده هيحول المخلفات لمصادر للإيه؟ للطاقة. هل هو ديني، إبداعي، فلسفي، علمي؟ تمام، هو هنا إيه؟ إبداعي، لأنه عمل إيه؟ حول المخلفات لإيه؟ لحاجات مفيدة للطاقة. طيب السؤال اللي معانا هنا هو: لا يرى الإله بذاته لكن يرى بآياته، يعبر القول عن الأسلوب إيه يا ترى؟ لا يرى الإله بذاته لكن يرى بآياته، هل هنا فلسفي، إبداعي، علمي، ديني؟ تمام يا سنة أولى، هو فعلا أسلوب إيه؟ أسلوب ديني، لأنه رجع لقدرة إيه؟ لقدرة ربنا. ظهور فيروس كورونا الذي اجتاح العالم، دعا العلماء هنا للبحث عن أسباب ظهوره وانتشاره السريع ومعرفة علاجه. يجسد ذلك أحد أساليب التفكير، وهو أنهي أسلوب؟ مين أنهي أسلوب ساعد العلماء هنا يا سنة أولى؟ تمام، سمعاكم، هل هو الفلسفي، العلمي، الإبداعي، الديني؟ تمام، طبعا الأسلوب العلمي هو اللي بيساعد العلماء حاليا في إن هم يبحثوا عن أسباب ظهوره وانتشاره ومعرفة علاجه وإيجاد أيضا لقاح إيه؟ لقاح ليه. عند حدوث ظاهرة كسوف الشمس نجد أن بعض الأشخاص يرجع ذلك لقدرة الله وعجز الإنسان أمام القدرة الإلهية. يا ترى الأفراد اللي بيفكروا أو الشخصيات اللي بتفكر بكده، هنا أسلوب التفكير بتاعها بتتبع أنهي أسلوب في التفكير أمام القدرة الإلهية لله؟ هل هو علمي، خرافي، إبداعي، ديني؟ تمام، هو أسلوب إيه؟ أسلوب ديني. طيب لو قلنا وصف ظاهرة المطر بأنها دموع المظلومين، يعبر هذا عن الأسلوب دوت، بيعبر عن أنهي أسلوب؟ بيوصفوا أن المطر أن هي دموع المظلومين. هل هو خرافي، علمي، فلسفي، ديني؟ تمام، خرافي طبعا، لأن أسباب المطر طبعا مش راجع أبدا أن هي تكون دموع الإيه؟ المظلومين، وده تفكير إيه؟ تفكير خرافي. يقول توماس واتسون: الحكمة هي القدرة على أن نوظف أوقاتنا ومعرفتنا التوظيف الأمثل. هنا توماس واتسون بيقول أن من الحكمة أن احنا نوظف أوقاتنا، ننظف ونعرف إزاي نستخدمها استخدام أمثل. هل هنا التفكير إبداعي، تفكير خرافي، تفكير ديني، تفكير فلسفي؟
برافو عليك. وتفكير ايه؟ فلسفي، لان هيكون عنده قدرة على انه يفكر تفكير كويس جدا، تفكير منظم، في تأمل، في تحليل، في نقد، ازاي يوظف الشيء في ايه؟ في محله.